داك السيد الله يعمرها دار كلشي كان خايف تاع متيق انه مات في الطريقه ما يمكنش يفكر في هذا الشيء. هذا واحد السيد كيعرف الله بينه وبين الله. اللحظه الان مازال مصدق بان المدير راه مات. قد فكر داك السيد اصلا ما كاينش اللي عوض بلاص. صعيبه على الاساتذه صعيبه على التلاميذ ولفوا صاف. قال لك شي وحدين قال لك راه ما ماتش منطحر مات مقتول. في الصباح فقنا غادي نقراو ان شاء الله داخل مع 8 دخلنا سمعنا الصونيط بلي حارس عام وكخرجين كيجريو فاش تصدموا انه مدير ديال الثانويه انتحر وصافي كلشي قاعد تخلع كلشي متوحد ما تيق غادي يبداو كيجريو جاو جندارميه جاو مخزنيه متوحد ما تيق انه انتحر ما فهمتش انا والو كنت غادي كنسول شي بالي المخزن كنسماك يسولنا لقينا ان بلا نجم كنسمع واحد الفاجعه ان المدير لقينا انه منتحر صافي هذيك الساعة ما طيقتش ما صدقتش ان المدير انتحر بقى لحظة غموض حتى واحد ما فهم شي حاجة ما طيقتش هذيك اللحظة صافي يعني ان كلشي تيبان لي تيقول المدير بان واقف تما كلشي بنادم جالس يبكي يعني ان واحد الانسان كان طاقي كيتعامل مع بنادم ما تلقاش معاه حتى شي مشكل داك السيد الله يعمرها دار داك السيد الله يعمرها دار انا كنوثقوا عليا مشاكل انا قولي مشاكل انا كيجي هو كي واحد الانسان اللي كيعطيك وقت ديالك ماشي بحال المدير عنده كاين خلق واحد البارير بينك وبينه يعني هو كيمشي بحال واحد الرابط ماشي رابط تاع مدرسه وكذا رابط ماشي بحال الابوه فناس في الصباح اليوم 22 ناس بحال هكا في الصباح نعيط ليا الدري لابيل الو استاذ المدير ديال الثانويه راه انطاح قلت لي ما يمكنش ما تيقاش مع الانسان هو اللي كيعرف بينه وبين الله قال لك شي وحدين قال لك راه ما ماتش منطحر مات مقتول ولكن ملي كتجي تشوف بكل الحال يا منطحر يا مقتول السيد كان عنده تخيل مع شي واحد كان من اطيب خلق الله مات منطحر الانسان اللي هو فهمتي مثقف وتعرف بينه وبين الله يعني ما يمكنش يدير هذا الشيء هذا الدليل لانه قال لك راه منطحر انهم لقاو السيكاتريس ديالو منين علق راسه مسكين لقاو السيكاتريس ديال رجليه في سميتو في الحيط بقاو مصورين هذا الشيء اللي انسيست بالله راه السيد راه انطحر بزاف ماشي هو اصلا ماشي استاذ هو راه دكتور شي حاجه ماشي يعني ممكن يقريتها في السيك ديال الجامعه بزاف داك السيد يعني عارف بينه وبين الله سميتو ما عندوش احتياجات لا ماديه ما خدام هو ميسور المراه ديالو ميسوره بدات الحمد لله راه كومي مراكي وحده عنده في كندا في دواء لكن تعقل واحد الدري عنده مقاول وشي بنت اخرى المهم واحد الانسان اللي هو ما عندوش مشكل صراحه السيد ظريف بزاف ديما ضاحك ما عندنا مشاكل لا والو ما مدرستهم كاين مشاكل لا والو معاملة دي مزيانة هي حاجة كتبغي لك عطيها لك سيد ظريف بزاف يعني مادام ان الانسان قرر باش انه يعني الحياة ديالو بديك الطريقة وديك الطريقة المأساوية تاع انه ماشي نطيح راه ممكن يشرب دواء ممكن ويدير ولكن باش يشنق راسو راه شنو يقرا ملي كتشنق راسك راه أول حاجة كتجير فيك هي كتقطع لك الفقرات هذا يعني واحد الطريقة اللي واحد الطريقة تاع الموت اللي هي شنيعة اللي حتى واحد ما غادي يتقبلها انطحر في المكتب ديالو كاين واحد الشجر اللور ديال الشجر تاع المكتب ديالو هو انطحر من ديك من وراء الاداره نهار كان غادي يجي تولى المهمه ديالو كتسمع ديك الساعه ديال العشرين غادي يجي بدنا فرحان حنت عارف واحد حنا اصلا هو كنقرا هنايا عارفين عباد الله واحد الانسان اللي هو من خيرات الناس يعني ما تلقاش معاه المشكل وانا نيت ما عمري ما قلت معاه المشكل كنت نوقع شي مشاكل كان شي يحلهم ليا كان عندك مشكل مع الاستاذ غلط فيك كيمشي كيصلح بيناتكم انت غلط في الاستاذ كيصلح بيناتكم المهم في كلا الحالتين كيخلي لك الطرفين مرتاحين بقا تفكر داك السيد اصلا ما كاينش اللي عوض بلاص صعيبه على الاساتذه صعيبه على التلاميذ ولفوا صافي قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش ديروا جيم